ورا هذا الثاني جميلة هي هذا سنتين سنتين وربع سنتين وعشرة لا هذا الثاني هيك جميل هنا العيون هنا الشاهد عين غير الشيخ هذا اللحم هذا المخ مال الجنية كان من مرة الله يسلمك هاي المخدة وتحريق زغران بيلو منال زغران بالعباس راسه براسه بخر ارجع 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 الساعه 2:30 بالليل كنا نايمين انا نايم جوا وعائلتي نايمه فوق فما حسينا الا صوت انفجار بالبيت فلما طلعنا برا شفنا البارود في الجو صريخ الجهة فوق الصارخون فلما صعدنا عليهم لقينا والدتي متوفية وزوجة أخوي بنات أخوي 2 متوفيات عندنا 4 جرحى ونشكر من الجهة المسؤولة عن هذا العمل مشكورين يعني ما تعتقد مين تكون هذه القذيفة والله يا إذا أنتم يعني من يا جهة نعم جهة الاتجاه لو الجهة اللي مسؤولة نعم. عنها الاتجاه اللي جاء يعني اللي وقعت في القذيفة هنا بالصفا الاتجاه مالها من الاتجاه شماشة يعني من جهة الجزيرة على الشط من جهة الجزيرة على الشط على الشط هذا العمل بس نشكره من الجهة المسؤولة عن هذا العمل هاي طفلة صغيرة عمرها 2 ماشية شوفوا خواتي كلها ليش مضربة وين؟ ما ادري ما شفت فوق السطح. ايه. ايوه ما حسيت الا الدمام بالباب. من ضرب من خواتي؟ اي امي انضربت وخواتي 5 ضربة 6 وانا وياهم 6 و2 ماتوا من خواتي. شو اسمك عمرك؟ انا بتول عادل.